السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي الكرام متتبعين وزوار قناة تعليم الكهرباء من الصفر. في حلقة اليوم إن شاء الله سوف أتطرق إلى شرح طريقة تشغيل المصابيح أو الإضاءة في المنزل عند انقطاع الكهرباء باستعمال أجهزة بسيطة جدا جدا ومتوفرة عند الجميع. بدون إطالة نشوف الطريقة. إذا أول شيء نحتاج إلى البطارية، هذه البطارية يعني البسيطة، بالشرط فقط لازم تعطينا 12 فولت. أي بطارية تريد تستعملها تعطينا 12 فولت. كذا كما راكم تلاحظوا هذه البطارية بسيطة جدا، لا يتجاوز حجمها 10 سنتيمتر. إذا نحتاج أيضا إلى هذه الدويات أو أنت حسب الاحتياجات الخاصة بك، ربما عندك 3 أو 4 غرف في المنزل، إذا تستعمل 3 أو 4. إذا عندنا أيضا مصابيح، لازم يكونوا مصابيح اللاد أو مصابيح الموفرة يعني لي لومب إيكونوميك، إذا نحتاج إلى 3. أنا علاش استعملت 3؟ لأن الجهاز الخاص بي لا يتحمل أكثر، ربما نقدر نوصل حتى الأربعة إذا استعملت يعني المصابيح أقل من 11 ولا أقل من 12 واط. بما أن عندي لهنا هذا 3 مصابيح تاع 12 واط، فبالتالي هذا الجهاز لا يتحمل أكثر من 35 واط. إذا أنتم تقدروا ديباسيو شوية ولا يكونوا لتحت هذا القيمة. إذا أنتم كي تروحوا تشريوا هذا الجهاز فيعني من المستحسن تشريوا الجهاز أكثر من 35 واط. إذا هذه هي القيمة اللي تقدر يعني تشتغل، يعني يشتغلوا أكثر مصابيح في المنزل. مثلا أنت عندك 5 ولا 6 غرف تقدر تشغلهم بهذا الجهاز ليكون يعني أكثر هذه القيمة. وأيضا إن شاء الله تكون حلقة مخصصة لتشغيل أجهزة أخرى، فلابد أن يكون هذا الوات يعني مهم شوية، أكثر من مثلا أكثر من 100 واط ولا 200 ولا 500 ولا، لازم يكون كبير شوية باش نشغلوا الأجهزة الأخرى. إذا إن شاء الله تكون حلقة مخصصة باش نوري لكم يعني طريقة باش تشغلوا الأجهزة الأخرى. إذا هذه الحلقة إن شاء الله تكون على الأضواء فقط، يعني على تشغيل المصابيح عند انقطاع الكهرباء في المنزل. إذا الآن نشوفوا طريقة التوصيل. إذا أول شيء لازم تكونوا على بالكم برك في هذا الفيشة. إذا كما راكم تلاحظوا لهنا ماركي زائد لهنا الناقص، إذا عندنا قطب الموجب وقطب يعني السالب كما راكم تلاحظوا في هذه الصورة. أنا نستعمل هذه الأسلاك كما راكم تلاحظوا، نستعمل هذا باللون الأزرق للسالب باش كي نربطوه مع هذه البطارية نعرف بلي هذا السالب. إذا هذا السالب نستعملوا هذا يعني لافيش أو هذا يعني لقطب السالب وهذا لقطب الموجب كما راكم تلاحظوا في هذه الصورة. إذا كما راكم تلاحظوا، إذا أول عملية درناها ثم بعد ذلك. إذا الآن نبدأ من ربط المصابيح، إذا يعني بشرط فقط أن يكونوا على يعني على التفرع يعني اون باراليل. إذا نربط هذا المصباح رقم 1 بهذا الشكل كما راكم تلاحظوا في هذه الصورة مع المتر كما راكم تلاحظوا. إذا كما راكم تلاحظوا راني يعني وصلت واحد باللون الأزرق والآخر باللون الأحمر إلى المصباح رقم 1. أنتم كما قلت لكم لازم فقط يكونوا على التفرع المصابيح الخاص بك في المنزل. أنت تقدر يعني تعمل هذه الطريقة في علبة التفرع في المنزل كما راكم تلاحظوا. إذا الآن المصباح رقم 1، نشوفوا المصباح رقم 2 أيضا. فقط هذا المصباح رقم 2 لازم نضيفوا هذه الأسلاك يعني يكونوا 4 بهذا الشكل. كما راكم تلاحظوا راني خرجت 4 أسلاك من هذا البلادوي. إذا الأحمر يروح مع الأحمر يعني نوصلوه مع يعني السلك الأحمر بهذا الشكل.
إذا كما راكم تلاحظوا، إذا واحد جنى من مصباح رقم واحد هذا بلون أحمر، والآخر يروح إلى مصباح رقم ثلاثة بهذا الشكل، وأيضا هذه الأسلاك باللون الأزرق أيضا نربطهم مع بعض. إذا كما راكم تلاحظوا رانا ربطنا أيضا أو وصلنا يعني سلكين باللون الأحمر مع بعض وسلكين الأزرق مع بعض. إذا الآن نرجع هذا اللادوي بهذا الشكل كما راكم تلاحظوا، الآن نوصلوا لادوي رقم ثلاثة أو حامل مصباح رقم ثلاثة بهذا الشكل. أيضا نضيف السلكين، هذا السلكين أيضا بهذا الشكل. ايضا نديروا يعني السلك الازرق مع السلك الازرق والسلك الاحمر مع السلك الاحمر بهذا الشكل كما راكم تلاحظوا في هذه الصوره بهذه الطريقه. والسلك الاحمر مع السلك الاحمر كما راكم تلاحظوا في هذه الصوره، ايضا نزيروا مليح هذا الليفيس. اذا كما راكم تلاحظوا هذا السلكين اللي اضفناهم يروحوا الى هذا الجهاز. اذا كما راكم تلاحظوا عندنا هذا لابارتي الفوقانيه، اذا هذو السلكين واحد باللون يعني الاحمر والاخر باللون الاسود يروحوا الى هذا المصابيح بهذا الشكل. اذا واحد يروح يعني لهنا، معليش ما نشوفوش يعني اللون الأحمر واللون الأسود يعني نفس الشيء. الآن نقوم بتركيب المصابيح. إذا كما راكم تلاحظوا رانا ركبنا المصابيح. إذا الآن تم الانتهاء من طريقة التوصيل، الآن شوفوا الضرطة هنا هل تمشي ولا ما تمشيش. إذا كما راكم تلاحظوا في هذه الفيشة عندنا الزائد والنقص كما تطرقنا في بداية هذه الحلقة، عندنا أيضا هذه البطارية الصغيرة لا تتجاوز 10 سنتيمتر 12 فولت كما راكم تلاحظوا في هذه الصورة. إذا عندنا الموجب في هذا المكان باللون الأحمر وعندنا السليب من هذا المكان كما راكم تلاحظوا ماركي هنا موجب والسليب. إذا الآن ما علينا غير نوصلوا هذا الفيشات مع هذا البطارية. إذا أول شيء نبدأ من الموجب، إذا استعملت أسلاك من ألوان مختلفة، إذا عندنا هذا الموجب، إذا نوصلوا الموجب مع الموجب كما راكم تلاحظوا في هذه الصورة، إذا نوصلوا السالب مع السالب نشوفوا الضرر تاعنا هل تمشي ولا ما تمشيش. إذا كما راكم تلاحظوا إذا الضرة تاعنا تمشي يعني بنجاح، تشتغل بنجاح. إذا مثلا شوف مثلا نقصوا المصباح، إذا كما راكم تلاحظوا نشتغلوا يعني بمصباح واحد، إذا حبينا مصباح واحد أيضا ويعني يبقى يشتغل وحده نخليوها وحده. إذا إذا طفينا جميع المصابيح فلابد أن نعاودوا نحيوا هذه الفيشة ونرجعوها. إذا كما راكم تلاحظوا الضرر تاعنا تشتغل أو الجهاز الخاص بنا يشتغل بنجاح. إذا إلى هذا لقد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أتمنى أنني وفقت في الشرح. إذا لديكم أي سؤال اكتبوا لنا في الكومنتير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى الحلقة القادمة إن شاء الله.